سميتي رميساء، وانا عشت واحد الطفوله اللي غريبه وماشي عاديه. والسبب في هذا الشيء هو اللي غادي نحكي لكم هذه القصه ديال الام ديالي اللي تزوجت بابا وداها تعيش معاه في واحد الدوله خليجيه، حيث هو اصلا من هذيك الدوله، هو ماشي مغربي. كانت الام ديالي بصراحه فائقه الجمال، كانت صغيره، كانت زوينه. المهم فاش تزوجت بابا كانت في واحد السن باقي صغير، وبابا يعني العكس، يعني لا مجال للمقارنة. هو كان كبير في السن، اما في المطار ديالو في اللي شافوه معاها ما يقولش هذا راجلها، يقول هذا الاب ديالها. يعني كانت عنده اصلا واحد الاعاقة، ولكن كان لاباس عليه، يعني الشركات، واخا هو ما كيقدرش يخدم بحكم الاعاقة اللي عنده. عمي اللي صغر منه هو اللي كان مقابل ليه الشركة، كانوا فلوس بابا في الحفظ والصون. ولكن العم ديالي يعني واحد سيد لي يعني مزيان يأمنه، يعني امين بزاف على فلوس بابا. بابا كان غير جالس في الدار، ومع ذلك الفلوس ما شاء الله كانت داخله خارجه بالحساب. بابا كان عنده 3 ديال الخوت رجال واخته وحده اللي كانت من اطيب خلق الله. وفاش جاب ماما من المغرب غادي تسكن في الدار الكبيره اللي فيها العائله كلها، كانت هذه العادات ديال عائله بابا. عاداتهم كانت بحال هكا، خاص الاولاد يبقاو مجموعين مع والديهم، يتزوجوا ويولدوا ولادهم في الدار، يعني في دار عائله هكا كتبقى غدا وكتكبر. ماما فاش كانت في المغرب كانت ممرضه. واحد النهار بابا كان مشى للمغرب قبل ما يتزوج، مشى مع خوته وتزاد عليه الحال ودخل لواحد المصحه باش يتعالج تما. وتما شاف ماما، ومين شافها وتعرف عليها كان غادي يحماق عليها. قال لخوه هذه هي البنت اللي بغيت، وما غنتزوج بحتى شي وحده من غيرها. فعمي الصغير وقف مع بابا وقال له ما يكون غير خاطرك، يعني عائلته قبل ما يتزوجوه ماما تزوجت يعني بخاطرها، هي اللي اختارت هذا الزواج وما فرضوا عليها حتى شي واحد. مي مشات ماما تسكن مع بابا في دار جداتي اللي في الخليج. كان اللي شافها كيبقى يشكر فيها، بنت غزاله ما شاء الله، انيقه وذكيه وحادقه ونقيه، يعني الا حطيتيها على الجرح يبرى. كانت كتقابل بابا بحكم انه كان مريض، وكانت كتقابل حتى جداتي بحكم ان جداتي كانت كبيره في السن وعندها بزاف ديال الامراض. كملت الدور ديالها كممرضة، واخا من بعد الزواج كانت ممرضة حتى في دارها. بابا كان فرحان بها، وجدتي كانت كتحماق على ماما. ماما واخا كانت من عائلة فقيرة في المغرب، فزوجات ولقات عائلة بابا اللي لاباس عليهم بزاف، دغيا تأقلمات مع هذاك الوضع الجديد. ولات حتى هي كتلبس من أفخم الماركات وأغلى الملابس، وكانت دواقة كما قلت لكم، هي زوينة. فاللي لبساته كان كيجي معاها، فاللي شافها كان كيحتفظ ليه. عاش وتربات في العز وفي الدلال، ماشي في الفقر وفي الحرمان. ولات ماما كتلبس احسن ما كاين كاع من كاع البنات، يعني العائله ديال بابا، يعني واخا دوك البنات كبروا وتربوا في الفشوش والخنات ولقاو فلوس موجوده، ماما اللي عاجت البارح كيف كنقول عرفت كيفاش تحول من بنت بسيطه لبنت راقيه وتليق بهذاك الزواج يعني ديال واحد مليونير اللي كانت عايشه معاه وطليق حتى بعائلته. فاش يلاه تزوج بابا، والدي طبعا كانوا فرحانين بالزواج ديالو معاه، هو مريض كلشي كان يفرح الفرحه ديالو. والديه وخوتو تقبلوا ماما بكل سهوله، وكانوا يقولوا مصاب يا ربي غير يتزوج ويعيش حياه اللي عاديه فحالو فحال الناس. ولكن عائلته اللي بعيده ما كانوش متقبلين هذا الزواج، مثلا عمامو وعماته كانوا رافضين انه يتزوج يعني باجنبيه. ولكن دوك الناس من تعرفوا على ماما وشافوها كيفاش دايره وهما براسهم بدلوا النظره ديالهم عليها، ولاو يقولوا غير محمد اللي يتزوج وغير هو اللي عارف يختار المراه ديالو. ماما بعد ما تزوجات ولات كدور في الدار بحال شي اميره، بالجمال ديالها واللباس ديالها والانوثه ديالها. هادشي غادي يلفت الانتباه ديال عمي الصغير. هاد عمي الصغير كانت حكايته حكايه مع بابا. فاش بابا دار حادثه السير وتصاب بالاعاقه، عمامي الاخرين يعني مزوجين بولاد يعني ما قدروش يتحملوا المسؤوليه ديال بابا. اما عمي اللي كان صغر من بابا بخمس سنين كان مازال كيقرا، وكان هذاك العام غادي يمشي للانجليز باش يكمل قرايته. ولكن منين تصاب بابا بالاعاقه تقلبات حياه عمي حتى هو، لان جدي قال عمي، قال له دابا انت اللي غادي تكلف بالشركه ديال خوك، حيت ما يمكنش الشركه قد الخلا يعني غادي تبقى هكاك بوحدها. صافي راه ما غاديش تقدر تسافر وتمشي لانجليز، حيت انت غادي تولي السند ديال خوك، يعني وليد اليمنى ديالو. داكشي اللي كان عمي غادي يتكلف اي حاجه كتعلق ببابا، من الصحه ديالو، من خدمته، العلاج ديالو، حتى السفر
اللي كان كيسافر باش يتعالج كان كيمشي معاه عمي، وعمي كان كيضطر انه يسمح في الطموح ديالو ويتفرغ للشركة ديال بابا والمشاكل الصحية ديالو. عمي كيبان ظريف بزاف وما كانش كيقول داكشي اللي عنده في خاطرو، ما كانش كيبين لهم بانه ما عجبوش الحال وما باغيش يعني يحبس قرايتو ويتخلى على الحلم ديالو باش يقابل خوه. هادشي ما كانش كيقدر يقولو، ما كانش كيبينو، ما كانش كيبين يعني ما كانت كيبين حتى شي حاجه. هو راجل ضحى ما خلى ما دار على ود خوه، هو الملاك اللي نزل من السماء باش يساعد خوه وينقذ ليه الشركه ديالو. هو صاحب المهام الصعبه وقدر يدير داكشي اللي ما قدر يديرو حتى شي واحد. هادشي اللي كان كيبين العائله كلشي كان كيشكرو، كان كيقول بان التضحيه اللي دارها عمي مع خوه يعني ما دارها حتى شي واحد في العائله، وبانه انسان ما كاينش بحالو. جدتي كانت كتبات تقيل وتدعي معاه، وجدي حتى هو كان راضي عليه وفرحان به لانه بالنسبه لهم واحد الانسان اللي ماشي اناني، وبالعكس فكر في خوه اكثر ما فكر في راسو. هو كان كيبين لعائلته انه كيدير داكشي عن طيب خاطر وانه كيدير الخير، ولكن في الداخل ديال نفسه كان عنده حق على بابا، حيت باش بابا يعز ما مزيان هو ضحى بوقته وضحى بقرايته، ولكن هذا الشيء ما عمرو بان عليه داك الحقد. وقتاش غادي يبان هو؟ منين غيولي عمي معجب ماما، كيشوف بابا بان بابا عنده احسن وحده في العيالات، كلهم اللي تزوجوا بهم رجال هاد العائله يعني ماشي بحالها. هنا بدا كيتسائل علاش هاد خويا عنده هاد الزهر كله، كلشي بالسعد يضحي على ولدو، كيبقى فيا وكيبقى في امي وكيبقى في با وكيبقى فينا كنا، وكنا يعني كنحسوه مسكين ومريض، ولكن في الحقيقه الا جينا نشوفه هو راه عنده الزهر في الزواج، هو اغنى واحد فينا واكبر يعني في الشركه في العائله ديالو، والعقارات اللي كيملك احسن عقارات، والفلوس اللي كيدخلوا لا تعد ولا تحصى من يعني من الشركه ديالو فلوس وداكشي. من تما عمي بدا كيبدل النظر ديالو لبابا، وبلاص ما يولي يشفق عليه ويحن فيه ولا يحقد عليه. بدا عمي يحسد بابا على ماما، وشويه بشويه حتى ولا كيبغيها بزاف، ولا مهووس بها لدرجه انه لغى من باله الفكره ديال الزواج، غير حيت ما بقات حتى شي وحده يعني حتى شي وحده كتجي بحالها، يعني عيني غير في ماما. يعني جدي وجدتي ما خلاو ما داروا له باش يقنعوه انه يتزوج والو، وكان رافض. فاش كانوا كيهضروا معاه في الموضوع ديال الزواج كان كيقول لهم ما كنفكرش حاليا في الزواج، انا متفرغ لخدمتي والشركه ديال خونا ديال خويا. كانوا كيقولوا له كنتي كتقول منين يتزوج خويا حتى انا نتزوج موراه، حيت هو اللي كبر مني غير يتزوج حتى انا غادي نخطب. المهم كانت غير هضره صافي، ولكن دابا مني وصلت للمعقول لقيت راسي مازال ما باغي نتزوج وما عنديش اصلا الوقت. بابا كان كيحاول يقنع عمي بالزواج، كان كيقول له انت شوف مرتي ليلى وصدقات ليا مرا يعني، واخا جبت اجنبيه وكل شيء ولكن صدقات احسن مرا في العائله، مرا غزاله ما فيها ما يتعب. شنو رايك نسول ايلا اذا كتعرف شي وحده من لا فامي ديالها يكونوا فيها مواصفات زوينه يعني، تعرف عليها وتوكل على الله وسير خطب وتزوج حتى انت من المغرب، راه ما غاديش تندم الا تزوجتي شي بنت مغربيه. بابا كان كيزيد يفقس عمي بهذا الكلام، حيت عمي كان كيغير بزاف على ماما مين كان كيسمع بان بابا كيهضر عليها مزيان وكيمدحها وكيحس بالغيره، ولكن عمي طبعا ما كانش كيبين المشاعر ديالو. كان كيقول بابا كيقول له لا لا دابا حاليا انا ما عنديش فكره ديال الزواج بتاتا، وبابا باغيش نتزوج. نهار نبغي نتزوج يمكن داكشي اللي غادي ندير، يمكن غادي نسول ليلى تشوف ليا شي بنت الناس من عائلتها. عمي كان كيقول هادشي لبابا لكن قلبه ما كان عالم به غير الله. عمي واخا هكاك ماشي شي واحد اللي خايب، ماشي شي واحد اللي كيدير دوك الفعايل الشيطانيه اللي غادي يخون خوه في قلب دار ولا لا. عمي شكل اخر، فعلا كان كيحسد بابا وكان كيبغي ماما، داك الحب الطاهر كان كيبغيها من بعيد لبعيد، كان كيحس بداك الحب هو اصلا ما قدرش يتحكم فيه، وجاتو ديك الغيره وديك الحب فوق الطاقه ديالو. هو براسو ما كانش عاجبو الحال وما كانش مرتاح لهادشي، لو كان لقى يكون ما بغاش كاع هاد المره بالذات، ولكن ما عنده ما يدير، ما قدرش يتحكم فيه يعني المشاعر اللي كانوا اقوى منه اللي هما الحب، الحب ديال ماما والغيره من بابا. نهار حبلات ماما بيا وساقوا الخبار في الدار بابا طار بالفرحه، ونهار تزاديت جدي ما عجبوش الحال، ماشي ما فرحش بيا ولكن كان خصو الولد هو اللي يكون الاول. بالحق بابا كان فرحان بيا بزاف وما عندوش مشكل فحال الولد فحال البنت، وكان هو اللي مقابلني بحكم الاعاقه اللي عنده كيقير في الدار، هو راه كان يقدر يوقف ولكن بصعوبه. الحق كان عنده امراض اخرى وهما اللي كانوا مكملين عليه.
داكشي علاش كان كيفضل يقيل في الدار ما بين الغرفه ديالو وما بين غرفه المكتب، حيت ضروري ما كان كيدخل المكتب باش يخدم، يعني ما يسمحش في الخدمه ديالو بصفه نهائيه. ولكن كاين كيدير شي غير شي حاجات قليله، كيطلع على الدواسه جداد، كيهضر في التليفون مع الشركاء ديالو، شي حاجه بحال هكذا وصافي. المهام الصعبه كان يتكلف بها عمي. بابا كان كيتاخد غير القرارات كمدير شركه وصافي، وعمي هو اللي كي يعني كيقيل خدام غادي وجاي. عمي حتى هو كان عنده مشاريع اللي كان قبلها، حيت مي شاف راسو صافي ما غيكملش قرايته في الخارج وغيتفرغ للخدمه في الشركه ديال بابا، قرر حتى هو يدير شركه اللي كان عندها نفس يعني المبدا ديال الشركه ديال بابا. ولكن عمي في الحقيقه كان مقابل شركه بابا كثر ما كان مقابل الشركه ديالو، حيت كلشي كان حاط عليه العين على الشركه ديال بابا. كلشي كان كيوصيه ويقول ليه دير جهدك مع خوك، راه معول غير عليك وعلى الله، وما تنساش خوك راه مسكين مريض وعنده اعاقه. فكان كيخاف على فلوس بابا كثر ما كان كيخاف على فلوسه، وفلوسه كان كيبقاو غير فلوسه، كيقول هادو فلوسي يعني لا ضاعوا يعني داكشي شغلي. اما فلوس بابا فكان كيخاف عليهم بزاف، كان كيقول بانه اذا خسرت الشركه ديال بابا كلشي غادي يظنوا بان عمي هو اللي ضيع ديك الفلوس، يعني باش تكون عندك واحد المسؤوليه راه شي حاجه اللي صعيبه. داكشي علاش كان متفرغ للشركه ديال بابا وعاطيها الجهد والوقت كله بقوه ما كانت المسؤوليه كبيره على عمي، ما كانش عنده الوقت ديال الراحه كاع. فوق هادشي هو كان يعني ما كيقدرش يرفض الطلبات ديال والديه، جداتي وجدي الا طلبوا منه شي حاجه راه يطيح وينوض ويلبي ليهم داكشي اللي طلبوه منه، ما يخليهمش بلاش. عمامي كانوا مقابلين عيالاتهم مشاريعهم ولادهم، عمتي كانت ساكنه مع راجلها في دارو في واحد المدينه واحده اخرى ما كناش كنشوفوها بزاف، يعني مره وصافي. دازت الايام وزاد خويا محمد اللي تسمى على اسم بابا. جدي وجداتي طاروا بالفرحه منين ماما ولدات ولد، وبابا اكيد حتى هو فرح. وكيف ما كان كتبقى المره الوحيده اللي حبها هي مرات خويا اللي كاينه معاه في نفس الدار، ولكن خصو يحسبها بحال اختو. ما حد سنين كتفوت ومرات خوه كتزيد مزيان، والسنين ما كانوش ينقصوا من الجمال ديال ماما. بالعكس عمي بعض الاحيان كان يتعامل مع ماما مباشره، ولكن كان كيبين لها ما كان كيبين لها حتى شي حاجه، كان يساعدها يتعامل معها وكانها اختو في الدار. في الدار ديال جدي، الدار اللي تزاديت فيها انا وكبرت فيها انا، ما كانوش عيالات عمامي كيجلسوا مع الرجال، يعني ماما ما كانش خصها تجلس مع عمامي حيتاش باش ما يشوفوهاش. ولكن هادشي خلى عمي صغير يولي معجب بها، غير هو بحكم الظروف الصحيه ديال بابا ماما كانت يعني متلازمه ليه في ديك الشيء، علاش عمي كان كيشوفها بزاف وقت ما بغى يجلس مع بابا يلقى ماما معاه، وهادشي اللي جعل عمي يبقى يشوف ماما بزاف. زياده على ذلك بابا كان يعني كيعيا بزاف، يعني بابا كان كيعول على عمي بزاف، اي حاجه ما كيقدرش بابا يديرها كان كيصيفط عمي هو اللي يديرها في بلاصتو. فهادشي كان حتى هو كيعطي لعمي فرصه انه يكون متواجد مع الام ديالي. واحد النهار في الفجر ناضت ماما باش تصلي، وصلها تليفون من المغرب قالوا لها بان الام ديالها توفات وجاها الخبر في حال السائقه. بقات كتبكي ما عرفت راسها باش تبلات. قال بابا سيري دابا المغرب في اقرب وقت وصيفط معها جداتي وصيفط معها طبعا حتى عمي الصغير. مشى معاها عمي فعلا وداها حتى المغرب وما خلاوهاش بوحديتها. فهاد الظروف كانت ماما مده ما مشات للمغرب، فاش وصلت كانت غادي تسطى على فراق الام ديالها. شافها عمي بجميع الحالات ديالها، شافها ضعيفه، شافها كتبكي، مع العلم انها كانت معروفه بالدار ديال بابا يعني بقوه الشخصيه ديالها. شافها كيفاش كتعامل مع خوتها، يعني شافها عن قرب كيفاش كتعيش، يعني من بعد العزو قالت ليه وصلنا لشي بلايص بغيت نزور شي ناس كنعرفهم. الدهل عند الناس كانوا ناس على قدهم، شات ماما عاوناتهم لدرجه انها خلصت مبالغ اللي كبيره غير في المساعدات ديال الناس. هي كتبغي دير الخير وكانت ديما كتصيفط الفلوس للناس اللي كانوا محتاجين لهم. ونها مشات المغرب في العزو ديال الام ديالها، قررت انها تزور دوك الناس وتوصل لهم فلوس بيديها. شكون اللي غادي يمشي معاها؟ غادي يمشي معاها عمي طبعا. ماما جاهد شي عادي، ولكن عمي كان كيبقى غير يعني مبهوت فيها، وزادت تعجباته بقلبها الحنين وبالخير اللي كانت كدير في الناس. من بعد ما رجعت ماما لدرج لها رجع عمي متعلق بها اكثر واكثر واكثر، ولكن طبعا وكيف العاده كل شيء كان كيبقى غير في قلبه ما كيبين حتى شي حاجه. حتى لواحد العام بعد ما توفات الام ديال ماما الله يرحمها جداتي ديال بابا غادي تزاد عليها الحال، هي تزاد عليها الحال بزاف
وهي تشد الفراش وغير غيجيبوا لها ممرضه حتى للدار ويجيبوا لها المساعدات وما يخليهم ما يجيبوا لها. وكانت كتقول لهم الوحيده اللي غادي تقابلني هي ليلى. وماما فعلا كانت كتقابلها لدرجه انها كانت يعني كتدير المنبه ديالها باش يفيق في نصيص الليل باش تمشي تطلع على جداتها تشوفها واش راها مزيانه ولا لا. وكانت ديما كتمشي لعند الغرفه ديالها وتراقب الدوايات والضغط وكل شيء. كانت كتراقبوا ماما وكانها خدامه في شي سبيطار. وبما انها غادي تولي يعني ضروري خصها تقابل جداتي فهاد الشيء غادي يجعل عمي يشوف ماما عاوتاني مرارا وتكرارا. ما كاينش النهار اللي ما كيشوفهاش فيه لمده طويله، يا اما يشوفها مع بابا ولا يشوفها مع جداتي. ماما كانت حنينه وكانت كتهلا بزاف جدتي وكتعتبرها الام ديالها. زاد عليها الحال الا زاد عليها الحال غير شويه كانت كتبقى تبكي عليها. كان كيقول لها عمي حتى لهاد الدرجه زاد عليك امي؟ كانت كتقول له انا فقدت الام ديالي ودابا بالنسبه لي هذه امي وما نبغيش نفقدها. هادشي كان كيزيد يجعله يتعلق بها لانها كانت كتبان ليه فحال شي ملك. كانت كتبان له انسانه اللي ما فحالها حتى شي مره اخرى. دازت الايام والسنين وجداتي غادي تزوج عمي وغادي تزوج ليه بنت خوها. ماما كانت كتعامل مزيان مع مرت عمي، واخا مرت عمي ما كانتش كتحمل ماما. ورغم ذلك ماما كانت كتقول واخا ما كتحملنيش يعني دبر راسها ماشي مشكل، ربما هي بحالها بحال بنت العائله ديال بابا اللي كانوا منفخين وحس براسهم ويغيروا يعني كلهم من ماما بدون سبب. واحد النهار مرات عمي غادي تعاير ماما، كان بيناتهم شي خلاف صغير بزاف، هي تستغل الفرصه باش تعايرها بالسحاره. ماما شخصيتها قويه وما كانتش كتسمح لحتى شي حد ينقص من قيمتها. نادت ما خلت فيها غير اللي تخاصموا بزاف وحده حاولت تجرح الاخرى. هذا الدرام ما كانش المفروض انها توصل للرجال، ولكن مرات عمي بغات تلعب الدور الضحيه ومشات كتبكي وحكات لعمي شنو قالت لها ماما. قالت له بان عايرتني. عمي ما بغاش يدخل في التفاصيل ديال العيالات وقال لها بيناتكم انا بعيد على هادشي. ولكن مرته بقات كتزيرو كتقول له الا ما هدرتيش وما دافعتيش عليا اذا ما عندك غرض فيا وما مسوقش لمرتك. ناض عمي هضر مع جداتي غير باش يدير لمرتو خاطرها. قال لها حقها يعني ديك الساعه قولي صامت يعني بحال تعتذر منها يعني وتراضيها وكذا. راه بقى فيها الحال ليلى بصراحه ظريفه، ما عرفتش علاش قالت لمرتي ديك الكلام. ما كانش عليها تقول لها انت كتغيري مني وانا زوينه عليك وانت ما زويناش وانت البشره ديالك حلاه وانا البشره ديالي بيضه وشي حوايج بحال هكذا ما كاينلاش تقولهم. المهم ديك الساعه هضري مع ليلى راه مرتي بقى فيها الحال بزاف. جداتي ما عجبهاش هذا الكلام اللي سمعت، خصوصا ان مرات عمي يعني مع عائلتها. هضرات مع ماما وقالت لها ما كانش عليك تقولي المرات اكرم بان اللون ديالك حل وشي حوايج بحال هكذا كلام عنصري. قالت لها واخا توصلوا لشي يعني خلاف ما خصكمش تهضروا هادشي يعني وما تهضروش كاع على الجمال ما تقيلهاش انا فتينه وزوينه وانت خايبه. قالت لها ماما انا قلت هادشي؟ قالت لها اه قلتي انت يعني هي كحله وانت وجهك ابيض. ناضت ماما قالت جداتي قالت لها ما نقدرش نعيب خلق الله كيف ما كان خلق الله انا ما نقدرش نهضر عليه بحال هكذا. وعمري قلت لها هذا الكلام وعيت لها قدامي وجهنا واجهينا بجوج. انا هاد الهضره ما قلتهاش. ماما قالت لجداتي بنت خوك هي اللي اتهمتني بالسحر والشعوذه وقت ما يعني وسبت المغربيات وعايرتني باصلي وقالت لي بانني اجنبيه عليكم. جيت انا قلت لها سفيه ينطق بما فيه. هادشي اللي قلت لها متحمل المسؤوليه شنو قلت. ولا قلت لها اش حاجه اخرى انت حاسب عليها. انا ما قلت لها لا انت زوينه ولا خايبه ولا انا احسن منك ولا اللون ديال البشره ديالك ابيض. انا ما قلت لها حتى شي حاجه من هذا الشيء. بالعكس قلت لك انا ما نقدرش نعاير خلق الله بالحقيقه في نفس الوقت ما نقدرش نسكت على الاهانات والاتهامات بالسحر والشعوذه وما عنديش علاش غادي نعتذر منها حيت هذا الشيء كله اللي قالت لك كذوب. وانا ما شوفي انا الا صدقتيني وما تصدقينيش عيطي لها وانا مستعده نواجهها في هاد الشيء. فهاد الوقت اللي جداتي كانت كتهضر فيه مع ماما عمي كان مخبي وكيتسنط. ناض جداتي اعتذرات لماما وقالت لها سمحي لي يا بنتي ما سحبش ليا قالت لك سحاره وتهمتك بالسحر والشعوذه غادي نعيط لها وغادي نواجهكم. فعلا قالت لها هاد الشيء وانا كنعتذر لك في بلاصتها وسمحي لي ومسحيها فيا وما خصهاش تقول لك كلام بحال هذا وما خصهاش تقول لك انت اجنبيه انت وحده منا. ولكن كانت هي ما كتكذبش راه خصك تعتذري لها راه عاوتاني باش تعايرها بالخلق ديالها ماشي هضره. جداتي عيطت لمرات عمي ومرات عمي جات وقالت ليها جداتي ليلى ما قالت حتى شي حاجه من ديك الكلام. مرات عمي بقات كتبكي وقالت لها
انت كتجي من جهتها وما غاديش ندي عليك حيت كيف ما كتسحر راجلها سحرات لك حتى انت. صافي هنا جداتي تاكدت بان مرات عمي اتهمت ماما بالسحر حيت عاودت تهمتها قدام هادشي كله. عمي مازال كيتصنت. امي مشات مرات عمي الغرفه ديالها وجلسات بوحدها مشى عند عمي وهدتها وقال لها هذاك الشيء اللي كتقولي هذيك السيده اللي كتقولي لها سحاره احسن منك حيت سنين وهي معنا في هاد الدار وعمر شي حد سمع هيبه حتى جيتي انت. عاد بداو المشاكل قال لها تعاودي تمشي تكذبي ولا تقولي لها انت اجنبيه ولا جبتي شي مشكل اخر راه غادي يتفاهم معك. المهم عمي بما انه كان كيبغي ماما هضر بلا ما يشعر ودافع على ماما بزاف وبشده لدرجه ان مرات عمي بغات ما فهمت والو كيفاش راجلها يدافع على مراه اللي هي مرات خوه بهذه الطريقه هذه. بقى فيها الحال وبدات كتقول جداتي ليلى ما سحرتش غير رجلها سحرت حتى راجلي باش يكرهني وما يبقاش حامل حتى يشوف فيا كتحلكم كلكم. شوفي كيفاش كتحماقوا عليها فضلتيها هي عليا انا اللي بنت خوك. ليلى كتسحر حتى راجلي باش يخدم بالليل والنهار ويحافظ ليها على فلوس راجلها. جداتي كانت كتقول لنا عليه الشيطان عمرنا ما شفنا منه شي حاجه ولا منها شي حاجه. لو كانت كتسحر لو كان حصلنا هادشي الدار عامره بالناس عمر شي حد ما لقى شي حاجه بحال هكذا. مرت عمي بقات شاده حسيفه على ماما وحالفه فيها حلفه قطعيه ودارت لها واحد الخطه شيطانيه باش تنتقم منها. وهادشي اللي غادي نحكي لكم خاطر وخاطر بزاف ولكن غير باش تاخذوا العبره وتشوفوا الانسان فين يقدر يوصل بالحقد والكره ديالو. كان واحد شيفور خدام عند امامي الاصل ديالو كان مغربي وما كان عندها به حتى شي علاقه ما كتعرفوه ما كيعرفها ما عمرها اصلا هضرات معاه يعني بحكم ان بابا كان كيغير عليها بزاف كان معنى عام انها تهضر مع شي حد براني ولو يكون شكون ما كان. واصلا بما ان بابا دائما في الدار فوقاش ماما بغات انا بغات تخرج اما كتخرج مع جداتي ولا كتخرج مع بابا وقت ما بغات تمشي شي بلاصه حتى هو كان كيمشي معاها واخا مريض ومعذب كان يتقاتل ويمشي وما يخليها تمشيش بوحدها. والسائق ما عندها به حتى شي يعني حتى شي صيله. الحاجه الوحيده اللي كتعرف عليه سميتو واسمه مغربي. مرات عمي بغات توهم بابا بان ماما معجبه بهذاك السائق باش دير لها المشاكل. ماما مره في السيمانه كانت كتدخل الحمام معروفه انها كدير حمام مغربي ومعروف النهار اللي كدير فيه ديك الحمام روتين ديالها كتعاود كل سيمانه الحمام اللي كتدخل تستحم فيه ودير فيه الحمام المغربي عندها في بيتها. والمساعده كانت كتساعد ماما باش توجد ليها الحمام كيف العاده. نادت مرات عمي واحد النهار اتفقت مع المساعده باش تسرق التليفون ديال ماما وتعطيه لمرات عمي. خدات مرات عمي التليفون ديال ماما وسجلات فيه الرقم ديال السائق ومن بعد رسلات للسائق ميساج من التليفون ديال ماما قالت له فين انا راه معجبه بك بزاف ومش حال هذا وانا كنتسنى تجيني شي فرصه باش نهضر انا وياك ولكن راك عارف الدار عامره ورجلي دائما هنا داكشي علاش ما لقيتش كيفاش ندير نهضر معاك وقررت انني ناخذ الرقم ديالك ونصيفط لك هذا الميساج. انت ولد بلادي ممكن نتفاهم انا وياك وممكن نحس بيك وتحس بيا انا محتاجه واحد في حالك في حياتي. راجلي مريض وعيس منه من هذا الوضع اللي انا عايشه فيه وشي كلام بحال هكذا ديال الاعجاب وديال انها يعني ديال انها واحد الوحده اللي كتسنى غير الفرصه وقتها تصيفط لي رساله بحال هذا. من بعد ما رسلت لي مرات عمي رساله رد التليفون لبيت ماما. ماما طبعا في يعني هاد الوقيته راه في الحمام والمساعده استغلت ان ماما في الحمام مشات قالت راني بغيت نقول لك واحد الحاجه وخفت يبقى فيك الحال مني ولكن قررت انني نقولها لك باش ما تاخديش مني موقف. ومهم قال لها بابا شنو كاين؟ قالت ليه مرتك طلبت لي رقم السائق فلان وقالت لك بغات الغرض شخصي. مشيت انا جبت لها الرقم وعطيته ليها ياك ماشي مشكل نهضر الرقم ديال داك الراجل مرتك. بابا قال لها وقتاش طلبته لك؟ قالت ليه البارح عطيت لها قبل ما تدخل الحمام شفتها كترسل لي شي حاجه ميكس كان وجد لها الحمام هي كانت كتصيفط لي ميساج. ملي شفتها طولت هذا الميساج اللي كانت كتكتب فيه خفت نكون غلط حيت عطيت ليها الرقم ديال السائق قلت نقولها لك باش تقول لي واش عادي نعطيها الرقم ولا لا. غلطت بابا اصلا كان حاس بالنقص حيت كان مريض وماما صغر منو زوينه بزاف وكان كيغير على ماما بزاف كانت الغيره ديالو كتوصل حتى للشك. بعض المرات يتهمها بزاف ديال الحوايج وكانت كدوز ليه هذوك الاتهامات كتقول له هذوك غير شكوك في دماغك خاصك تحيدهم. بابا لو كان حبس ماما في شي بيت ما يشوفها حتى شي حد بقوه ما كان كيغير عليها. طبعا واحد الانسان اللي اصلا مغير اصلا شكاك وتقول لي هذا الكلام راه ما غاديش يرتاح وما غاديش يتهنى حتى يمشي يقرا ديك الميساج ويشوف داكشي اللي قالت المساعده واش كاين ولا ما كاينش. فعلا مشى قاص التليفون ديال ماما وهو يلقى الميساج وقرا ما يقرا ديك الميساج صافي تعمل ليه البصيره ما بقى كيشوف قدامه حتى شي حاجه.
غير خرجت ماما وصافي. طبعا ماما قالت له انا ما درت والو، هذاك الميساج ما عارفه عليه حتى شي حاجه، وانا ماشي اللي كتبته. بابا عيط للمساعده، المساعده خرجت عينيها في ماما قالت لها انت اللي طلبتي الرقم البارح، قلتي لي جيبي لي الرقم ديال الفنان ويبقى هادشي بيناتنا، ولا فعلا جبت لك الرقم عطيتو لك ودخلتيه في تليفونك قدامي وبقيتي كتكتبي لي ميساج وانا كنشوف، ولكن من بعد ندمت ما عرفتش واش كان عليا فعلا نعطيك الرقم ولا لا، فمشيت نسول راجلك واش عادي تاخذ الرقم ولا غنتحاسب على هادشي. ماما بقات مصدومه، بقات عليها هي الكذابه، خرجي عليا من البيت اش كتقولي وعرفي شنو كتخرجي من فمك، يمكنش هادشي اللي كتقوليه ما كاينش، واش نتي حمقى ولا مالكي، واش جرات لعقلك شي حاجه؟ ماما بقات يعني بقات كتغوت بحال شي وحده مجنونه، كتقول بابا ما تصدقاش راه كتكذب، واش انت غتصدق هادي وتكذب مرتك؟ وزيد شوف هاللهجه، شوف الحوار مكتوب باللهجه ديالكم، ولو كان انا غادي نكتب ميساج بحال هذا نكتبو لواحد شاب مغربي غادي نكتب باللهجه ديالنا، علاش غادي نكتب باللهجه ديالكم؟ بابا قال لها انت كتعرفي اللهجات بجوج وكتهضري معايا مزيان وبطلاقه باللهجه ديالنا، اذا ممكن انك تكتبي ليه ميساج باللهجه ديالنا، لو كان هذا الميساج مكتوب شي لغه اللي انت ما كتعرفيهاش لو كان قلنا نزلو عليك الباطل وكتبوا عليك هذا. قبلت عينيا هو ميساج مكتوب من التليفون ديال مرتي لراجل براني كتعبر فيه بالحب والاعجاب ديالها، قال لها ليلى دالي لقدامي وما بقى لك ما تقولي صافي حصلتي. بابا ما بقاش حامل حتى يسمع ماما كتهضر، وما بقاش عاطيها حتى فرصه انها تدافع على راسها هضر طبعا مع السائق، وقال له راه ما عندي حتى شي علاقه مع مني اصلا هضرت مع مرتك، حتى انا وصلني هذا الميساج وقريته وتفاجات به، يعني مرات عمي بقات بعيده كتفرج، يمكن كانت كتعطيها الفلوس باش عاونات المساعده. سولها مره اخرى وجاوبته بنفس الاجوبه والكلام اللي قالت له في الاول هو اللي قالت لي في الاخر. بابا صافي صدق المساعده وكتب طبعا ماما، بابا مابقاش كيدير مع ماما مشكل وسط العائله كلها، وعمي بقى مصدوم في ماما، بقى كيقول ما يمكنش ليها دير شي حاجه بحال هكا. المهم كل شيء بديك الدار شفاف في ماما، كاين اللي ما صدقش كيقول كيفاش هاد المراه لميسوره وكتبغي راجلها وما ناقصها حتى شي خير وعندها وليدات دير علاقه مع السائق، ولكن الاغلبيه الناس اللي في ديك الدار صدقوا. شو كيتقال على ماما؟ واخا هكاك بابا ما طلقش ماما، بقات معاها بالحق، ما بقاش يقرب ليها وما بقاش كيهضر معاها، ونهار كاع كان كيفكر يهضر معاها كان يقول لها كلام واحد، كان كيقول لها ليلى اعترفي لي بشنو درتي باش نسمح لك، كنت كتقول له ما نقدرش نعترف بشي حاجه انا ما درتهاش، كان كيتهمها في العار ديالها وفي الشرف ديالها وكيقول لها خنتيني وما توقعتش منك هادشي، واعترفي ليا فين وصلت الخيانه؟ وصلت الخيانه جسديه واش هذا اول واحد خنتيني معاه ولا وحدين اخرين؟ ماما عيات بقوه الضغط والاتهامات بالباطل وبالظلم بديك النظرات ديال العائله اللي ما كانوش يرحموها، طلبت الطلاق طبعا، ما طلبتش الطلاق في الحين، صبرات وتسنات صلح الحال، ولكن من شافت بان المشاكل غاديه كتكبر صافي فقدات الثقه ديالها في بابا، يعني الاتهامات ديالو ما بقاتش متحملها، صافي طلبت الطلاق فعلا، ماما غادي تطلق ولكن بعد غادي تندم على ديك الطلاق اللي طلبات، حيت بابا غادي يطلقها وغادي يصيفطها لبلادها ويمنعها ما تديناش معها، هادشي اللي ماما كان ما كانتش ضربه ليا الحساب، هي صحاب ليها مي غادي تطلقها تاخذني تاخذ خويا وغادي تمشي تعيش، يعني غادي تعيش في شي دوله يعني هنايا في يعني في الخليج ماشي ترجع للمغرب، مهم اولا ترجع بينا للمغرب وتعيش مع وليداتها مجموعه، والحاجه اللي ما كانتش حاسبه يعني ضربه لها الحساب هادشي انهم يفرقون عليها. جدتي حزنات على ماما ولكن ما وقفتش معها حيت ما كانتش عارفه واش تصدق ماما ولا تصدق داكشي اللي مكتوب في الميساج، الهضره كثير وسكت حسن كما كيقولوا. صافي ماما رجعت للمغرب وكانت كتتصل بعمي وجدات وجداتي وعمامي الاخرين كتقول لهم بغيت نشوف ولادي عافاكم توسطوا ليا مع محمد وقولوا له ضروري اختي نشوف ولادي، طلقنا ولكن علاش يحرمني من ولادي نشوفهم حبيا يعني، ولكن عمي كان كيمشي يهضر مع بابا ويقول له راه ليلى كتصل بيا وبغات تشوف ولادها وهذا من حقها، بابا قلبه قصح قصح على ماما، كان كيقول ما كان كيقول له لا ما نقدرش نثق فيها ونصيفط لها ولادي، المراه اللي غدراتني تقدر دير لولادي اي حاجه. عمي كان حاس بان ماما مظلومه، كان حاس بانها مزيانه وما يمكنش ليها دير داكشي، ولكن في نفس الوقت ما كانش عنده باش ينفعها والدليل اصلا كان ضدها، وبابا كان رافض يسمع اي واحد يدافع على ماما. بعد ما طلقات ماما مشات للمغرب حتى المساعده اللي كانت شهدات ماما وطبقات الخطه مع مرات عمي غادي تخرج من هذيك الدار، خرجت مرات عمي غير بالفن
باش يمشي معاه السر ديالهم، وباش مرات عمي عمرها ما تفضح. فعلا داكشي اللي كان ما طلقت بسبب مرات عمي بخطه خايبه بزاف دارت لها، وحتى شي واحد ما جاب الخبر لهادشي، وبقى السر ديال مرات عمي مدفون بعد ما مشات المساعده من ديك الدار. وغبرات ماما ما استسلماتش، بقات بحال هكذا تابعاهم غير باش تشوف، يعني تشوفنا كل مره كانت كتتصل بيهم، كانت يعني كلهم من واحد لواحد. حتى جدتي كانت ديما كتصلح وترغب وتعطيها الوعود كاذبه، كانت كتقولها دابا نهضر لك مع محمد، دابا نشوف شنو ندير. صافي بقات بحال هكذا، ماما تابعاهم باتصالات حتى ما بقاش كيبغيو كاع يجاوبوها، الا عمي الوحيد اللي كانت وقت ما اتصلت به كيجاوبها، وكانت كتبقى فيه بزاف كترغب باش يهضر مع بابا باش على الاقل يخليها تشوفنا. عمي جات واحد الفكره وبقى كيقول بابا، قال له شوف ردها وما تعاشرهاش، تزوج بحدا اخرى وعيش مع المراه الثانيه، ورد ليلى غير على ود ولادها باش تبقى هي حدا وليداتها وتبقى حاضناهم وتربيهم، وهكذا غادي تكون هي حدا ولادها، وفي نفس الوقت انت غادي تكون مع مراه اخرى وماشي مضطر تعيش معها الا ما كنتيش باغيها. في الاول بابا قال له فكره مزيانه هذه، نقدر يمكن نرضى باش تكون حدا وليداتها، وانا بما انني مابقيتش كنحملها ومابقيتش كنثق فيها غادي نتزوج وحده اخرى. ليلى غادي تبقى على الذمه ديالي غير على ود ولاد عمي. ما يشرح هادشي لماما فرحات، قالت هذا هو الحل، غادي يرضيني وغادي يرضيه، انا ما باغي والو من خوك، انا باغيه غير ولادي. فعلا بابا في الاول كان غادي يدير هذا الحل هذا وقبل الفكره، ولكن العائله تدخلوا وعاودوا عمروه على ماما ورجع في كلامه، كيقول لعمي صافي ما تبقاش تجاوبها، هي غلطات وخليها تحمل المسؤوليه ديال الغلط ديالها. كلشي في هذيك الوقيته كيقول بان ماما كانت كتسحل بابا، بانها سحلت لهم كلهم، داكشي علاش كانوا كيحمقوا عليها، وداكشي علاش كانوا كيبغيوها، بانها كانت كتستعمل السحور باش تكسب الثقه ديال العائله ديال بابا. كلهم كانوا كيهضروا في ماما الا عمي، هو اللي كانت كتبقى فيه وما كانش باغي يصدق انها مره ما مزياناش، واخا كانوا كيقولوا له ما تبقاش تجاوب ليلى ما كانش يقدر ما يجاوبهاش، غير كان كيشوف الاتصالات ديالها كان كيجاوبها. اما ماما فعمرها قطعت الياس، بقى ديما عندها داك الامل ديال ان نهار غادي تقدر ترجعنا. دازت الايام، واحد النهار عمي غادي يقول لماما، قال لها غادي نمشي للمغرب ولا جيت غادي ندوز عندك نشوفك. ماما قالت له مرحبا، كانت نيتو انه يقدم لها مساعده ويطمئن عليها وصافي ويشوفها زعما كيفاش عايشه واش محتاجه شي حاجه. وماما كانت فرحانه حيت قال لها غادي يدوز، قالت نيت نسولو على ولادي ويعني ونوصيه باش يتوسط ليا مع باهم، باش الا كانوا كلهم يعني على الاقل هو يبقى في حال هذا، يعني يبقى واحد الوسيط بيني وبينه وبين عائلته. فعلا عمي مشى باش يشوف ماما ومشى باش يشوفها بالاخبار عائلته، طبعا من شافت تصدم كيفاش ولات. ماما لقاها دايره مشروع، قال لها ما سحب ليش درتي مشروع، قالت لي بعد ذهبي وكافحت وتسلفت من عند الناس باش درت هذا المشروع، واحد المراه كتجيب لي السلعه من الخليج وانا كنبيع، بحكم انني كنت كنعرف نتا في الخليج بقات عندي ديك العلاقات معاهم وبغيت نخدم في هذا الدومين هذا ديال البيع والشراء، هادشي اللي قدرت ندير. شجعها وقال لها ما سحب ليش، واخا عندك هاد المشاكل كلهم قدرتي توقفي على رجليك وقدرتي تخدمي. لقاها مشغوله وما كتكلش، وهزا ولاد خوها اليتامى حيت من بعد ما توفى الخال ديالها هي اللي تكلفت بولادو، لقاها بنت بنفسها وتقاتلات وما تسلماتش. عمي تما تاكد انه وقت ما شاف ماما كتزيد تعجبو ويزيد يبغيها في جميع الحالات. ديك ليله قال لها عمي غادي نمشي واحد الفندق، وما جاش الناس اللي يعني ليله واش زعما ينعس عندها ولا شي حاجه. ليله كلها كيفكر فيها بقى كيقول مع راسو هاد المره اللي يعني هادي اللي غادي تقدر تخون راجلها تقدر دير اي حاجه اخرى. فين هو هاد الراجل اللي خانت مع خويا؟ كتبان لي سيده داخله سوق راسها وما عندها لا مع الدغل ولا مع خيانات ولا مع حتى شي حاجه اخرى، يعني هذا اللي تخون علاش من بعد ما طلقت ما فكرش تبقى في الفساد؟ علاش اصلا ما تزوجاتش وهي مازال صغيره وزوينه؟ هاد المراه 100% غادي تكون مظلومه، ولا غادي يكون شي حد اللي ضحك عليها واستغلها باش يوقع بينها وبين راجلها. ماما استغلت الفرصه حيت عمي كان في المغرب، كانت كتمشي لعندو كتقول له امالي في الله ثم فيك غادي توسط لي عافاك مع خوك، بغيت غير نشوف ولادي ما بغيت حتى شي حاجه اخرى. عمي عاون ماما ماديا وقال لها قبلي مني هاد الهديه، بغيت نعاونك في الصراحه وبقيتي فيا، ما بغيتش نشوفك تتقلب وحدك. فاش شافها كتكافح حتى كبرات لي في العينيه، قال اي حاجه احتاجيتيها انا موجود. ولا كل مره كيكذب وكيهبط للمغرب، ودير داكشي غير سبب باش يمشي يشوفها، وكان طبعا
طبعا كي كذبت على مرتو اللي ما كانتش كتعرف بان راجلها كان كيمشي للمغرب. داز الايام، واحد النهار عمي غادي يصرح ماما بالمشاعر ديالو. ماما تصدمات طبعا حيت كان كيحسب ليها بحال خوها، كنت كنظن انه كيف ما هز المسؤوليه مع بابا كتحس بيه بان حتى هو غادي يهز المسؤوليه معاه هي بان بحال خطو، وعلى داكشي كان كيعاونها. فالصراحه قال لها بانه كيبغيها، ما عرفت فاش تبلات وما عرفش اصلا شنو تقول ليه. قال لها بانه متعلق بها بزاف، مستعد يتزوج بها في هاد الوقيته. بابا كان زوج مرة واحدة اخرى، قال لها انا ما طلبت طالب حتى تاكد بان محمد خويا ما عمره غادي يردك. انا واخا كنبغيك نفضل له كان رجعتي لولادك ورجعتي مع خويا احسن ما تزوجي بيا. انا كيف ما كان الحال ولادك محتاجينك، ولكن بما ان محمد ما بغاش يردك وحالف ما تكوني ليه مرة، فانا لا قبلتي بيا راني باغي نتزوج بيك، وما يخصك معايا حتى شي خير. وربي اللي عانم بانني ما باغي نتزوج بيك زعما حيت صغيره وزوينه وباغي نستمتع بالجمال ديالك. ربي اللي شهد انني باغي نتزوج بيك باش نعيشك مزيان، وباش حتى لا جيت شفتك ما نكونش كناخد شي ايتم حيت حاس انك مظلومه وحاس بانك ماشي شي وحده خايبه وما عرفتش واش هاد الحب ولا غير كنت عاطف معاك، ولكن هذا هو احساسي. ما بقات مظلومه فيا كتقول كيف داير هاد الحب اللي غيجعل هاد السيد يصدق المراه اللي الناس كلهم كذبوها. ماما قبلات، ومنين كبرت حكت لي هاد الشيء، قالت لي بانها قبلات باش تبقى ديما علاقتها مستمره بعمي على وعسه انه شي نهار يعاونها باش تواصل معانا. تزوجت ماما بعمي وشرا لها دار كبيره وفرشها لها، ولي ديما كيجي بالتخبيه ويجلس معاها شي شويه ومن بعد كيمشي. وكان ديما كيحكي ليها علينا، وكان يصورنا ويدير لينا فيديوهات ويصيفط لهم لها بشكل يومي. جداتي كانت كتهلا فينا بزاف، احتاجت واحد القيته اللي جداتي غادي توفى، وديك الساعه حنا غادي نبقاو في الدار ديال بابا، الدار الكبيره اللي فيها العائله كلهم، ولكن كل واحد كان مشغول براسو وبوليداته، وحتى شي واحد ما قدر يديها فينا. حيت جده اللي كانت حاضنات وكانت رد لينا البال توفات. وهنا بانا غادي تبقى تحكم، مرات بانا غادي تبقى تحكم فينا وغادي تدوز علينا العذاب. بابا ما كانش كيرد البال لهذا الشيء حيت كانت كتضحكي عليه، كانت كتسمعوا جوج كلمات ديال الكذوب وكان يصدقها. مرات بابا كانت كتخاف بزاف من جداتي قبل ما توفى، يعني كانت كتعامل معنا ما بيش، وما كانش كتبين ديك الحقد والغل اللي عندها في قلبها. ولكن بمجرد ما توفات جداتي صافي، مرات بابا غادي يورينا الوجه ديالها الحقيقي، وغادي تبغي تنتقم من ناحيه جداتي. كانت صعيبه معاها وكان ديما كتحامي علينا. عمي فهاد الوقيته راه كان كيمشي يشوف ماما، وكان مكبر لها مشروعها ومعيشه بحال شي اميره، وكان كيحماق عليها. واحد النهار عمي اتصل بماما قال لها ليلى كان ربي سهل وغيرجع لك على الاقل ولدك. قالت له كيفاش؟ قال لها راه مرات باه ما كتحملوش، وراكي عارفه الحاجه توفات والحاجه هي اللي كانت حاضنه على الدراري وكتحامي عليهم، ولكن بما ان امي دابا ما كايناش وقعوا مشاكل كثيره ما بين ولدك وما بين مرات باه. قال هادشي جبد مشاكل كبيره في الدار، كلشي لاحظ، يعني كلشي لاحظ المرات باه خايبه مع الولاد، البنت اللي كتسكت ولكن الولد ما يسكتش ليها. هادشي دار مشاكل كثيره ما بين محمد ومرتو الثانيه. قال لها ملي وقعوا هاد المشاكل استغليت انا الفرصه وهدرت مع محمد وقلت له غنقترح عليك واحد الفكره، علاش ليه ما تعطيش الولد الام ديالو يعيش معاها كدا باش ما يتعقدش ليك ولدك، راه ما بقاش حامل هاد الدار وما بقاش حامل حتى مرات باه. بدا كيرد عليها الهضره وهي كذلك باينه انها ما كتحملوش، واخا كتقول العكس. ماما فرحات وقالت عمي، قالت لي زعما كاين شي امل باش ولدي يجي يعيش معايا. قال لها محمد كيفكر في الموضوع، وقال ربما يكون هذا هو الحل المناسب، غير يجاوبني ورد عليا غادي نتصل بكم بالشرك. ماما سمعت هذا الكلام طارت طبعا بالفرحه، وبدات كتسنى غير وقتاش يتصل بها عمي. فعلا بعد يومين عمي اكد لها هذا الشيء، قال لها بان خويا غادي يرجع يعيش مع ماما. ما كملت حتى الشهر حتى كان خويا رجع. ملي مشى خويا يعيش مع ماما، عمي بقى كيقول لبابا كيقول له راه البنت صعيب باش تفارق على خوها، وليلى كتصل بيا كتقول لي الولد باغي اختو، راه فرحان وعجبو الحال في المغرب ومرتاح مع الام ديالو، ولكن ناقص اختو. يعني مرتو ملي سمعت هذا الكلام عجبتها الفكره، بدات كتضغط على بابا باش يقبل، كتقول له فعلا البنت خصها تمشي عند ماما، غادي يكون حسن غادي تعيش مرتاحه مع ماما وخوها، وصيفط لهم فلوس باش ما ينقصهم حتى شي خير. ايوا من بعد ربع سنين ديال الغياب على ماما غادي نمشي نعيش معاها. تخيلوا مده ربع سنين ما شايفينهاش. انا جاتني العيشه غريبه في المغرب، كلشي كان بدل عليا خصوصا المدرسه، تاقلم بصعوبه، ولكن ماما كانت متفرغه لينا وما خلات ما دارت باش نولف الدار اللي كانت فيها ماما. كان فيها جوج طوابق
مره عمي كان كيجي لعندنا وكيجيب بزاف ديال الهدايا، ما كان كيخلي ما يجيب لينا، وكان فرح بزاف المشية ديالو. وكان كيطلع للطابق الثاني وكيجلس، وكانت ماما كتقول لينا راه عمكم غادي يبقى معنا في هذه المده اللي جا فيها المغرب، راه رحبت بيه وقلت ليه مرحبا بك، هو عنده شي غرض غيقضي هنا ومن هنا يشوفكم. كنا حنا كنبقاو مع ماما في الطابق التحتاني، وعمي فاش كان كيجي المغرب كان كيبقى في الطابق الفوقاني، وحنا كان كيحسب لينا بان عمي فاش كان كيجي لعندنا المغرب راه كان غير ضيف، ما كناش فاهمين بان عمي مزوج ماما. اما بابا فكان كيصيفط لينا الفلوس باش نعيشو زعما عيشه زوينه. بابا منين عرف بان ماما عندها دار كبيره ومشروع طوموبيل سول عمي، قال لي ليلى مين جاوا الفلوس، دارت الدار دارتها كبيره فيلا قداش تاع الطوموبيل. عمي قال بابا، قال له صراحه ما عندي ما نخبي عليك، انا اللي كنت كنعاونها من نهار اللي سمحتي فيها وانا كنسول فيها، وفاش شفتها مكافحه ودارت مشروعها وانتها باش كبرات المشروع ديالها، هاد المراه كلكم كتقولوا فيها خايبه، ولكن انا ما درت ليها حتى شي حاجه وما شفت منها غير الخير، ما نقدرش ندير الخير في البراني، ونشوف طليقتك محتاجه المساعده وما نقدم ليهاش بحال هاد الحوايج. عمي ما كانش يخبيه على بابا، لكن طبعا ما كانش غادي يقدر يقول له بانه تزوج بها. حنا كنا كنشوفوا بابا من العام للعام، كنا كنمشيو اسبوع كنشوفوه، شفنا ومن بعد كنرجع عند ماما. قبل ما نمشي ماما كانت كتوصيني تقول لي عندكم تمشيو تقولوا لشي حد بان عمكم كيجي المغرب كيجي عندنا لدارهم يبغيو يجي، ولا تقولوا الخبر غادي ينوضوا مشاكل كثيره في هذيك الدار، مرتو غادي يدابز معاه وباباك ما غاديش يقبل هذا الشيء، ما تقولوش بانه كيجي لعندي ضيف. حنا كنا كنسمعوا كلامها وكتقول، وكنقول ليها غير واخا، ما كناش كنفهموا بزاف ديال الحوايج. طبعا فاش درت انا 15 سنه صافي تما شفت شي حوايج وتاكدت بان ماما دايره علاقه بعمي، ولكن كنت شاكه فيها، وكنت كيحسب ليا بانها غير دايره معها علاقه، ما صحت ليش بانهم مزوجين، صحت لي عمي كيخون مرتو مع ماما كدير علاقه غير شرعيه مع عمي. بداتني المراهقه، وهنا غادي يبداو بيني وبين ماما صراعات كثيره، وغادي نبداو نبدا نغوت عليها بيدي، ما كنتش اش غنقول لكم، خديت منها واحد الموقف، كنت كيحسبت ليا بان ماما خارجه الطريق الله يسر، ولا كدرت شي حاجه حرام. واحد النهار دابس ثانويه وانا نقول لها شفت كلشي بعيني، وعارفه العلاقه اللي بينك وبين عمي، وعاد فهمت علاش عمي كيجي عندنا للدار، تما غادي تصرحني بكلشي، وراتني حتى العلاقه ديال الزواج، وقالت لي انا راه تزوجت بعمكم على ودكم، سيري سولي نهار اللي دارت معاها هذا العقد، قلت له انا راه غادي نتزوج على ود ولادي باش تبقى انت هو الوسيله للوصل بيني وبينهم باش تقربهم لي، وش نهار تردهم حتى لعندي. قالت لي ماما في الاول ما كنتش كنبغي عمك، ما كنتش متعلقه بيه، وربي لي شاهد وعالم انني تزوجت بيه على ودكم نتوما، خفت نقول له لا وتقطع علاقتي بيه ويبقى فيه الحال، وما يبقاش كاع اصلا كيسول فيا، وهو الوحيد اللي كان كيسول فيا ويجي حتى لعندي وسمعني اخباركم، يتوسط بيني وبين باباك ويرغبوا باش يخليني نشوفكم، ووعدني انه غادي يردكم ليا، فكيف بغيتيني نرفض الزوج فحال هذا اللي داير فيه هذا الخير كله؟ قالت لي ولكن ملي تزوجت بيه شفت شحال هو انسان طيب وشحال ديال الخير دار فيا، ما كذبش عليك، دابا لو كان يطلب عيني نعطيهم ليه، داكشي اللي دار معايا هذا الراجل حتى شي واحد ما داروا معايا، حتى باك لي باك ني انا وياه شاركني الاولاد، ما صدقنيش نهار كذبوا عليا الناس وعمك مصدقني، ما عرفتش علاش، ما عنده حتى دليل، ولكن كيقول لي انا متيقك وعارفك ما ديري حتى شي حاجه خايبه. فهذيك الوقيته حكت لي ماما شحال من حاجه، وقالت لي دابا انت كبرتي خصك تعرفي بزاف ديال الحوايج، عاودت لي الظلمات المات، وعاد فهمت انا علاش كلشي كان كيضحك عليا، وعاد فهمت علاش الناس كانوا كيدخلوا كيدخلوا لي في اي حاجه ويقولوا لي بان ماما كانت خارجه الطريق، عاد فهمت علاش مرات با كانت ديما كتيري بماما، قالت لي بانها تزوجت بعمي في السر حيتاش عائلته لي ساقوا الخبر، طبعا غادي توقع كارثه كبيره، واولهم مرات عمي وبابا. من بعد ماما صرحتني بهذا الشيء، ما نكذبش عليكم وليت كان حماق انا ماما بزاف، وتهمي شي حوايج اللي داروا ما كيديروش حتى مع ولادو. انا بعدا ما حتى كنكبر وانا كنتعلق بعمي، داكشي علاش فاش صرحتني بماما بانها مزوجه بعمي ما كذبش عليكم، عجبني الحال خصوصا انني كنت خايفه لا تكون كدير شي حاجه حرام، فملي سمعت انهم مزوجين ارتحيت شويه، وحسيت بانهم ضحاو داروا شحال من حاجه على ودنا. خويا مين صرحاته وحكيت له كلشي في الاول ما تقبلش، لكن بعد بديت انا كنهضر معاه، شرحت له بان بابا اصلا ما باغيش ماما، وراه طلقها ورماها وما عمره غادي يردها، فشنو فيها اللي تزوجت ماما بعمي، وشنو فيها اللي تزوجت بالراجل اللي وقف معاها ورد لها ولادها وعاونها في مشروعها،
خويا بدا كيتقبل شويه بشويه. في الاخر ولفنا الوجود ديال عمي في حياتنا، وكيف ما كانت ماما كتسنى ان عمي يجي حتى حنا ولينا كنتسناو يجي. عمي مي ما بقاش مخبي هذه الحقيقه علينا، ارتاح. ونهار كنا كنسافروا باش نشوفوا بابا، طبعا يعني ما كنهضروش على عمي ولا نقولوا انه كيجي عندنا للدار كيف ما كانت كتوصي فاش كنا صغار. واخا وعينا بكل شيء فاش كبرنا بقينا مخبيين هذاك السر، عمرنا ما بينا العائله شي حاجه ولا بن عمي كيجي عندنا المغرب. دازت الايام وكبرنا بفضل الله، ثم بفضل النصائح ديال عمي قدرنا نختاروا مسار دراسي مميز. عاوننا عمي حتى وصلنا لداك الشيء اللي كنا كنحلموا به. صافي دابا حنا الحمد لله كبرنا، في عمري 26 سنه من بعد ما كبرنا وصلنا لكل شيء كنا كنحلموا اللي كنا كنحلموا به. الحمد لله غادي توقع واحد الحاجه اللي ماما ما توقعتهاش ولا عمي كان متوقعها. مرات عمي غتمرض بزاف ويجيها مرض الوسواس القهري اللي غير خربق ليها حياتها ديال بصح، يولي فيها واحد الوسواس قريب يحمقها. ندمت مرات عمي على داك الشيء كله اللي كانت دارت لماما. واحد النهار هي لراسها منها لذاتها مشات لعند عمي وقالت لي بغيت الرقم ديال ليلى، واش عندك هذا الرقم تقدر تجيبه ليا ولا لا؟ قال نجيب لك. قالت له الا جبتيه راني ما عمري نسالك هذا الخير. قال صافي نتصل بولادها ونجيب لك. علاش؟ قالت له بغيت نهضر معاها وصافي نطمئن عليها ونسول فيها، ما عمري سولت فيها. عمي تعجب، سول ماما وقالها راه مرتي طلبات الرقم ديالك واش نعطيه ليها؟ قالت لي صافي عطيه لها ماشي مشكل. عمي كان خايف لا تكون مراته اكتشفت العلاقه اللي عنده بماما، هادشي اللي جاه لبالو. اتصلت مع عمي بماما واتصلت التخبيه لعمي. ماما سولتها وقالت لها شنو بغيتي، وهي تقول لها انا راه كنتعذب حيت انا شحال هذا درت واحد الذنب كبير وتسببت في الطلاق ديالك، بغيت نطلب منك السماحه. انا اللي نزلت عليك الباطل وانا اللي درت ديك الخطه كلها وطلقتك بسببها. قالت لها ربي لي عالم انني ما كنتش باغيه لك الطلاق، ما كنتش قاصده ان كنت باغيه تطيحي من العينين ديال راجلك وما يبقاش يحملك ويشوف فيك وتعيشي في هاد الدار مدلوله. بقى ديما كيشوف فيك ديك المراه الخائنه، ديك المراه اللي ماشي محل ثقه بالنسبه لي. انت كنتي سحاره، ما كنتش كنحملك، كنت كنقول مع راسي 100% هاد المراه سحاره وسحره لهاد الناس كلهم اللي كيحماقوا عليها. ولكن بعد ما تسببت لك في ديك المشاكل طلقك راجلك في ديك الوقت عقلي كان مازال صغير، فرحت بديك الطلاق بالحق. حتى كنكبر وفي ولادي وانا كنخاف عليهم من هذاك الذنب اللي درت، بقيت كاتمه هاد السر حيت ما قدرتش نقوله حتى لشي حد. في نفس الوقت ما قدرتش نتصالحك ونعتذر لك، وهاد السر مرضني هاد السنين، هو مدفون في قلبي ودابا كنحس به. غادي نفاجر، عافاك الا ما سمحي ليا. هادشي غادي يخرج في ولادي وفي بناتي، وحاسه بان بناتي من بعد ما يتزوجوا غادي يطلقوا وغادي يظلموا كيف ما انا ظلمتك. اعترفت بكل شيء، وكيفاش حتى هزيت لها، كيفاش حتى هزت لها التليفون وصيفطات للسائق الميساجات والتصاور، واعترفت حتى للمساعدة كيفاش دارت حتى قنعاتها وفلوس اللي عطاتها باش تشهد ضد ماما، وكيفاش حتى خلصاتها من بعد وجرات عليها باش يبقى ديك السر مدفون غير بينها وبين نفسها، وباش حتى شي حد ما يعرف في الخطة ديالها. المهم القصة اللي حكيت لكم في الاول، مرات عمي فمها هي اللي حكاتها لماما. ماما تصدمات وقالت لها انا كنت عارفة طبعا بان شي حد ولي دار هادشي، ما تحبش ليا تقدري تجرئي وديري هادشي كله. ماما طبعا لامتها، ولكن مين شافت بان المرأة كتدخل وتخرج في الهضره وتقول لها كتباني لي في الدار والسواس حمقني يعني، وكنسمع شي حد كيهضر في ودني. صافي بقات فيها وقالت لها شوفي انا راه مسامحك وغادي نريحك وان شاء الله تبراي. صافي الله يسامح، غادي نحسب طلاقي قضاء وقدر، حيت لو كان محمد صدقني انا ما كنتش غادي نطلق. سمحت ليها منين حكات لها هذا الشيء، وهادشي كامل اللي حكاته لعمي. وعمي فرح وتحس في نفس الوقت تحس من داكشي اللي دارته مرتو، وحيت ظلمات انسانه ما دارت حتى شي حاجه، وفرح حيت الاحساس ديالو كان صادق. وديما كان كيشوف ماما بانها مظلومه واخا ما عنده حتى شي دليل، يعني ما هاجم لا مرتو ما حتى شي حاجه، حيت ماما وصات وقالت له صافي جمع هذا الموضوع، هذا الموضوع قديم وانا نسيته وطويت ديك الصفحه، صافي طلق ودابا تزوجت بيك وما عندي ما ندير زعما حتى شي حاجه اخرى. في هذا الوقيته انا كنت كبيره، وطبعا انا وماما صحابات من شحال هذا، من نهار اللي صرحتني بالزواج ديال لها بامي. اتصلت بماما وقالت لي جيت سمعي الخبر، صافي تحلو وعرفت شكون اللي دار لي المشاكل وشكون اللي طلقني من باباك. مشيت عندها كنجري وحكيت لي داكشي، وبقات مصدومه. قلت لها كيفاش قدرتي تسمحي لوحده دارت فيك هادشي كله؟ قالت لي ما عرفتش، بقات فيا المراه ولات كتدخل وتخرج في الهضره، المراه ولات كتقول شي حوايج لي غراب، تقول لك جا عندي واحد العصفور قال لي نتصل بيك، واتصلت بيك غنرتاح، كنكون نعس وكنسمع واحد كيقول لي اتصلي بليلى ولا ما اتصلتيش بليلى غادي تحماقي. اش بغيت مازال من هاد المراه؟ بنوب يخرجوا فيها الله خذا لي حقي، وغادي ندير انا؟ اشنو اكثر
من ان الانسان يفقد العقل ديالو ولا يحمق ولا يحمق الوسواس، ما كاينش ما اكثر من هذا الشيء صراحه. واخا ما سمح لها يعني، واخا ما سمحت لها، انا ما اقدرش نسمح لمرات عمي بمجرد ما ماما ما حكت لي داك الشيء اللي قالت لي، اللي قالت ليها مرات عمي في التليفون. اتصلت بابا في البلاصه وقلت له راه ماما ظلمات وشنو شنو وقع، وراها مرات عمي اتصل فيها وحكت لها كل شيء. بقيت كنقول بابا حسبي الله ونعم الوكيل، ماما طلقت يعني ظلماتها، حتى حنا ظلمنا معاها، ظلمتيها وحتى هي ظلماتها وفرقتنا عليها يعني. بدون بابا من يسمع كلامي بقى غير ساكت، ما قال لي حتى شي كلمه. طبعا غادي يكون ندم حيت الظلم صعيب بزاف، ولكن صافي فاتوا سنين، كبر حتى هو وتساس صحته، كبرنا حتى حنا، ولي طلع عطاه واخا يبغي يصلح الخطا ديالو ما يمكنش شي حاجه بحال هذه تصلح، خصوصا بعد السنين كلها. بعد ما ساليت المكالمه مع بابا اتصلت عاوتاني بمرات عمي، ما خليتش ليها، قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كطلب الصباحه من ماما وسحبت لها، سحبت لك دريتي ماما بوحدها. ماما ماشي هي الوحيده المضروره في هذه القصه، كيفاش غديري مع الله؟ الا ما سمحنا لكش حنايا فرقتينا على ماما لمده 4 سنين، ما شفناها 4 سنين وهي كتبكي علينا 4 سنين، وحنا ما كننعسوش، حنا كنبكيو عليها. عذبتينا ومشينا لعند ماما، تفارقنا عاوتاني حتى مع بابا، يعني حنا ديما معذبين ديما، يا اما نكونوا مع بابا بوحديته يا اما مع ماما بوحديتها. هادشي كله بسببك. سمحت لك ماما؟ انا ما نسمحش في الدنيا لا اخيرا، ما عمرني نسى النظرات ديال العائله اللي فاش كنت صغيره، كلشي كان كيشوف فيا ديك الشوفه الناقصه ديال وحده ما خارجه الطريق، ما خائنه، ما مش عويده. هادشي كله بسببك انت، ولكن ها انت كتخلصي ومازال تعذبي، وهذا العذاب ديالك ما يساويش ليله وحده الليالي اللي ماما نعست فيها وهي كتبكي علينا، واللي نعسنا فيها حنا وحنا كنبكيو على ماما، لا انا ولا خويا. خويا تحقر بزاف هذيك الدار، وكانت مناصبه ديما كتعايني بماما وانا ما كنتش عارفه علاش يقولوا عليها هذاك الكلام، وكنت كنقدر حتى نتجاوب ولا نهضر، حيت كلش كان كيشوف فيا بنفس النظره. انا تعقدت من صغري ودوزت العذاب بسبب ديك الشيء ديال ماما. اودي لا اله الا الله، ماما سمحاتك، ولكن حنا لا ما غاديش نسمحوا لك حتى شي حاجه صراحه. انا ما نقدرش نسامح ليها صراحة، داك الشيء كامل اللي داز علينا وعلى ماما. الظلم صعيب، عندك تمشي تظلموا شي واحد وحساب لكم الا ظلمتوه، ظلموه غير بوحديتو. راه ظلمتو، الا ظلمتو شي حد راه كتظلموه معاك بحسن ناس اخرين واشخاص اللي ما داروا حتى شي حاجه. شتو الظلم شنو كيدير؟ ها هي مرات عمي بقات بحال هكاك مريضه وعايشه بالادويه ديال الامراض النفسيه امام عمي، فالحمد لله باقي في كتافنا وديما واقف معانا. والاب ديالي توفى لينا كورونا، الوفاه ديالو جات في كورونا واثرات فينا بزاف، ولكن الوجود ديال عمي في حياتنا هو اللي عمر علينا والحمد لله مونسنا. شحال من حاجه بغيت نقول لكل راجل حصل على مرتو شي حاجه، ما تزربش الطلاق، ما تحرمش هذوك الاولاد من انهم يعيشوا وسط امهم وباهم، واخا يكون عندكم دليل على ان ديك المراه ما مزياناش، حاول تاكد مزيان قبل ما تصدق الدليل، وما تبقاش يعني ما تزربش طلق يعني. راه بعض المرات كتكون حتى الادله كتكون مغشوشه ومغلوطه. خويا رجع للخليج وعايش ومتزوج وخدام تما، وانا عايشه مع ماما في المغرب والحمد لله امورنا بخير وعلى خير. اما عمي فباقي على نفس الوضع، مره كيجي عندنا يجلس معنا شويه. كانت هذه قصتي، هذه حكايتي صراحه، حكيتها لكم باش تشوفوا الظلم فين كيوصل، باش تشوفوا بان الظالم راه غادي يتخلص، غادي يتخلص. صراحة انا كنشكركم على حاجه وحده، وهو حسن الاستماع ديالكم وخليتكم على خير. وما تنساوش تقولوا لي كي جاتكم القصه الرائعه اللي حددت لكم دابا.